ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ قصتنا بتبدأ النهاردة لما بابا يسوع كان عامل معجزة إشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين، وكان في جموع من الناس كتيرة جدا جدا. فبابا يسوع قال للتلاميذ بتوعه إن هم يركبوا السفينة بتاعتهم ويسبقوه على المكان اللي هم رايحينه لحد ما الجموع دي تمشي وهو يبقى يحصلهم. وفعلا يا صحابي، التلاميذ ركبوا السفينة ومشوا، وبابا يسوع بعد ما الجموع والناس مشت طلع على الجبل عشان يصلي شوية لحد ما المساء أو الليل جه عليه. وبابا يسوع يا صحابي كان شايف التلاميذ في البحر من وهو قاعد عنده في البر، وبدأ يتحرك لهم ويمشي على البحر لما التلاميذ كانوا في حاجة شديدة إليه. اللي حصل إن الرياح بقت شديدة جدا والموج علي عليهم جدا، وكان هيغرقهم ويغرق السفينة معاهم، والمية ملت السفينة اللي كانوا راكبينها، وهم كانوا تعبانين خالص وخايفين جدا ومش عارفين يعملوا ايه. في الوقت ده التلاميذ بدأت تشوف بابا يسوع، لكن لأنهم كانوا خايفين جدا افتكروه خيال. لكن بابا يسوع طمنهم وقال لهم: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. لكن بطرس لأنه كان خايف جدا قال لبابا يسوع: لو أنت كنت بابا يسوع أؤمرني إني أمشي في المية وأجي ليك. فبابا يسوع قال له: تعال يا بطرس. وفعلا يا صحابي، بطرس مشى على المية زي ما بابا يسوع قال له، لكن فجأة بص على الرياح والأمواج وخاف جدا، فبدأ يغرق ومش قادر يعوم خالص، وقعد ينادي بابا يسوع ويقول له: الحقني انا بغرق. قام بابا يسوع في ساعتها طلعه من الميه وقال له: يا قليل الايمان، لماذا شككت؟ واول ما بابا يسوع دخل السفينه ومعاه بطرس، الرياح سكتت والامواج هدت، والتلاميذ سجدوا لبابا يسوع وقالوا له: بالحقيقه انت ابن الله. وأول ما بابا يسوع والتلاميذ وصلوا للمكان اللي كانوا هيروحوا فيه، الناس هناك عرفت بابا يسوع وجابوا له كل الناس اللي في القرى المحيطة، وأي حد كان تعبان وعيان لمس بس هدومه وخفوا على طول.